أكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا العقارات بروبتك سيتيسكيب، والذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يعكس المكانة الدولية المتقدمة لمملكة البحرين على صعيد القطاع العقاري. وقالت الوزيرة أمنة الرميحي قالت إن القطاع العقاري يمثل أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، خاصة مع توجه الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال السكن الاجتماعي، والذي يمثل أحد مخرجات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأشادت الوزيرة بالمشاركة الكبيرة من قبل المتخصصين في القطاع العقاري وكبار المتحدثين في مؤتمر تكنولوجيا العقارات، منوهة إلى تلك المشاركات الثرية تسهم في رفض الخطط العقارية في المملكة بالخبرات المتنوعة، مشيرة إلى حرص الوزراء وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وبنك الإسكان على المشاركة في هذا الحدث العقاري الهام لإبراز جهود الحكومة في مجال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين. وأوضحت الوزيرة أمنة الرميحي إلى أن جناح الوزارة يتضمن استعراض برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وركنا لتعريف الزوار بالخدمة التمويلية الجديدة التي طرحتها الوزارة مؤخرا، بجانب مشاركة هيئة التخطيط والتطوير العمراني من خلال عرض مخططات المشاريع التنموية التي أنجزتها الهيئة.